بيت من بيوت الله يعد أبرز المعالم الإسلامية الشاخصة هنا في واشنطن، افتتح في خمسينات القرن الماضي بعد أن شاركت في بنائه عدد من الدول الإسلامية من ضمنها المملكة العربية السعودية. الله أكبر، الله أكبر، الله أسس في سنة 1945 على إثر وفاة السفير التركي، حيث وقع المسلمون في حيرة في أمر إقامة صلاة الميت عليه، فأقيم هذا المسجد على قطعة أرض واسعة ليكون مسجدا جامعا ومركزا إسلاميا، واستمر العمل به عدة سنوات، وكان افتتاحه سنة 1957 بحضور الرئيس الأمريكي أيزنهاور. The Islamic Center has been doing a wonderful job. المركز الإسلامي يقوم بمهام رائعة في منطقة واشنطن العاصمة مع القدرات الشخصية لإدارة هذا المسجد، وهناك عدة أنشطة للدعوة الإسلامية التي ترقى بهذا الدين الحنيف، ومن الجدير بالذكر إن هذا من عدة سنوات. والإسلام ينتشر بسرعة والناس متعطشون له جدا. صمم المسجد وفق الطراز الإسلامي الخالص المنسجم مع الشكل العام للعمارة الأمريكية، وبنيت المأذنة في وضع تبدو وكأنها فوق المدخل وفق الطراز المصري ذي البدن الرفيع، وجعل مدخل المسجد واسعا يرقى إليه الداخل على سلالم من الرخام، وجعل المدخل نفسه خمسة عقود تقوم على أربعة أعمدة من الرخام. أنا فوجئت هنا في العاصمة واشنطن بهذا المكان العظيم الذي يتجمع فيه المسلمين ويوفر مقر للعبادة. المسجد كله مكون من بيت صلاة فسيح رفيع يقوم سقفه على أعمدة ضخمة من الرخام تحمل فوقها بواتك عالية، وتمتاز العقود داخل المسجد بأنها مفصصة، والمحراب من الرخام شبيه بمحراب مسجد الرفاعي بالقاهرة، وقد صنع المنبر في القاهرة على طراز منبر جامع محمد علي باشا، والثري الكبرى التي تزن طنين من النحاس صنعت في مصر أيضا. المسجد يتضمن مكان الصلاة الرئيسي وهو الطابق العلوي والطابق السفلي، وهناك بناء إضافي خارجي والحدائق المحيطة به، ويتسع لحوالي 2500 مصلي. وقام بتحديد اتجاه القبلة فلكي متخصص، أما حجارة المسجد فقد قطعت من جبال ألاباما ذات الحجارة البيضاء الصافية، وقد بلغت تكاليف بناء المسجد وحده 1.25 مليون دولار، ويزيد من بهاء المسجد قيامه وسط خضرة جميلة تحيط بها من كل جانب، وفيه مكتبة إسلامية فخمة. لدينا مكتبة جميلة ودليل للكتب يسهل على الباحث الحصول على ما يريد، ولدينا كتب قيمة لا يمكن العثور عليها إلا في مكتبة الكونغرس أو المكاتب المهمة في تركيا، والتي تحتوي على وثائق أصلية أتت من تمبكتو أو من المملكة العربية السعودية.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلهذا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. بعض الناس يصلون يوميا ويصومون سنويا ويؤتون الزكاة ويطعمون الطعام، ولكن أدخلهم الله نار بأنهم كانوا يظلمون الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. Like this mosque, it's a very beautiful mosque. هذا المسجد هو مسجد جميل جدا، ولم أكن أعتقد أني سأجد مثل هذا المسجد في أمريكا، والذي يحتوي على منارة كبيرة جدا. هذا المسجد يمثل ملتقى لمختلف الجاليات الإسلامية من مختلف الأعراق والأجناس، يداومون على حضور الصلاة فيه فضلا عن الأنشطة والفعاليات الثقافية والإسلامية، ويمثل أيضا ممرا لأبرز الزائرين من كبار الشخصيات من الدول الإسلامية. لبرنامج إخباريات، مشتاق طالب، واشنطن.